اليوم واحد الجماهير الاستاذيه كتجي باش تقول لا للنطاب الاساسي، المهزله التي يحط من كرامه الاستاذ. وكنقولوا الحكومه كفى من المناورات، كفى من الحوارات الماراثونيه التي لا تسمن ولا تغني. مطالب الشغيله التعليميه واضحه، مطالب الشغيله التعليميه تحتاج الى قرارات فوريه من اجل استجابه لها. كما نؤكد على ان معركتنا معركه مستمره صامده الى حين تحقيق المطالب، وبالوحده سنحقق هذه المطالب. وردنا على رئيس الحكومه سيكون ردا قاسيا على الميدان، ردنا كذلك على الوزير وهبي الذي ينعم موظفيه في وزاره العدل باجور زاهده وتعويضات كذلك زاهده، وياتي لكي يتحدث على اسياده الاساتذه. نقول له كفى 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 من سياسه الهروب الى الامام، المطالب يجب ان تحقق عاجلا، لان هذا مطلب مطالب الاساتذه وهي مطالب مشروعه. التصريحات الاخيره لوزاره العدل تصريحات غير مسؤوله، تصريحات اللي هي تتنافى مع الاخلاق التي تؤسس للحوار، لتؤسس للتواصل مع ابناء هذا الوطن. نقول لهؤلاء باننا صامدون وصامدون، وسنواصل نضالاتنا الى حين اسقاط هذا النظام واسترجاع حقوقنا ومكتسباتنا الحقوقيه المشروعه ضد النظام المشؤوم، نظام غير المنصف وغير العادل. نحن هنا كذلك لنقول لا لتكريس العبودية، لا لتكريس الظلم على نساء ورجال التعليم، لا لتكريس التراتبية السلطوية والبيروقراطية ضد نساء ورجال التعليم. الذين يقولون بأن رجال التعليم مسؤولون عن الهدر المدرسي، نقول لهم المسؤول الأول عن الهدر المدرسي للمتعلمين والمتعلمات هو الدولة عبر الوزارة الوصية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كذلك مواصلة هذا النضالات نابع من القواعد الأستاذية التي ترفض الرفض التام والقاطع لهذه البنود، بنود النظام الأساسي التي تحمل كسياج لها أو كسياج لهذا النظام هو العقوبات والتوبيخ والإنذار وإلى آخره. كل هذا يدخل في صميم قهري الأستاذ، قهري الأستاذة. إذا نحن هنا ضد هذا وضد هذا النظام الذي هو نظام المآسي بطبيعة الحال. اليوم نحن خرجنا استجابة لنداء هذه التنسيقية التي دعت رجال ونساء التعليم إلى الخروج للتعبير عن رفضهم لهذا النظام الأساسي المجحف والتراجعي الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية. خرجنا اليوم نساء ورجالا لكي نعبر بصوت واحد ونقول للوزارة وللمسؤولين أنهم عليهم أن يتحملوا المسؤولية. اليوم أزيد من شهر ونحن في احتجاجات وفي إضرابات، لكن للأسف لم نجد آذانا صاغية لكي تجلس معنا إلى الحوار. الوزارة جلست للحوار مع مجموعة من النقابات، نقولها بشكل صريح، هذه النقابات لا تمثلنا، الذي يمثلنا حقيقة هي هذه الجموع من رجال ونساء التعليم، هي التنسيقية الموحدة التي انخرط فيها كل رجال ونساء التعليم. نقول كذلك للمسؤولين لا سيما إلى وزير العدل الذي خرج في مجموعة من خرجاته يهدد ويتوعد رجال ونساء التعليم بأن هذه الخرجات لن تزيدنا إلا إصرارا ولن تزيدنا إلا قوة وتباتا على الميدان، لأننا أصحاب حق. خرجنا لندافع عن المدرسة العمومية، خرجنا لندافع عن كرامتنا، خرجنا لكي يتقدم هذا البلد العزيز، لأن التعليم بالنسبة لنا هو أولوية من الأولويات بعد الوحدة الترابية. ولذلك فكل أمة في تقدمها وازدهارها تقاس بقوة تعليمها. لذلك نقول للوزارة ونحملها المسؤولية، أزيد من شهر وبضع أسابيع والوزارة ما زالت تنهج سياسة النعامة ولا تريد أن تعي الحقيقة. فالذي يمثل حقيقة رجال ونساء التعليم هي التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب. فإذا أرادوا حل هذا الملف بشكل حقيقي وبشكل واضح فعليهم أن يجلسوا ويدون ممدودة لكل من أراد أن يدفع بالمدرسة العمومية إلى الأمام، لا أن يكسر نضالات وأن يشوش على نضالات رجال ونساء التعليم. كما أوجه رسالة أخرى إلى الآباء وإلى أبناء التلاميذ بأننا أجبرنا على هذا النضال وأجبرنا على هذا التصعيد ونحن ماضون فيه،
رغم أن مكاننا الطبيعي هو بينكم في حجرات الدرس، نتفاعل في بناء الدرس جميعا ونتواصل جميعا، لكن للأسف هذه الوزارة التي ترفع الشعار مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار اليوم سقط هذا الشعار، وتبين بأن آخر ما تفكر فيه هذه الوزارة هم رجال ونساء التعليم وهم التلاميذ. لذلك أنا أقول نحن وصلنا لحظة لا عودة، لن نعود إلى حجرات دراستنا إلا بعزتنا وكرامتنا، وأن تسحب الوزارة فورا وفورا هذا النظام الأساسي المجحف. وتحية.